مبروك يا هنية، يلي عشتك هتبقى هنية علشان انت كسبتي ذهب من مونجيني. طب وقالوا لك انك هتكسب؟ بصراحة ما قالوش؟ لا. طب انت كسبت. مبروك. احنا جايين النهارده عشان نثبت لك انه بجد، ونتمنى ان الكحك يكون عجبك، ومع الكحك انت كسبت ذهب. تستمر، مبروك، انت كسبت ذهب. يلا بقى لخبط كده وكسب حد ذهب. الاستاذه هنية. ايوه الجيزه. بنحبك يا هنية. شكرا. مبروك يا هنية، يلي عشتك هتبقى هنية علشان انت كسبتي ذهب من مونجيني. كنت شاري ايه يا استاذ مدحت؟ كنت شاري ترس. هي كانت حلوه طعمها حلو. كان عيد ميلاد؟ لا ده كان عيد. ده كان عيد. اوبا بقى، انت كسبت نص جنيه ذهب يا استاذ مدحت، وعيد سعيد عليك. يوم الخير استاذ محمد. ممكن حضرتك تخش على الفيسبوك دلوقتي على البيج بتاعتنا؟ ظهرت لك البيج بتاعتنا؟ اه يا باشا، في لايف يا باشا شغال. شايف ايه؟ شايف يا باشا كارت كده مكتوب اسمي وكده. واللي بيشتري حاجات حلوة بيحصل له ايه؟ احنا الحلو عندنا من ذهب. بيشتري حبي حاجات حلوة بيحصل له حاجات حلوة. الف الف مبروك، انت كسبت معانا نص جنيه ذهب. شايفنا كده واحنا بنقلب كده في الورق كده؟ شايف شايف شايف. بص يا استاذ نادر، الف الف مبروك، انت كسبت معانا نص جنيه ذهب. محمود ابراهيم محمود. مساء الخير استاذ محمود. كريم مع حضرتك من مونجيني. ترى بحرك خش على الفيسبوك دلوقتي على الصفحه بتاعت مونجيني. تمام. يلا عشان اعمل لك مفاجاه صغيره كده. تمام. هم قالوا لي هتدخل ذهب على الذهب. طب وقالوا لك انك هتكسب؟ لا بصراحه ما قالوش. لا. طب انت كسبت. مبروك. الف الف مبروك يا فندم. احنا جايين النهارده عشان نثبت لك انه بجد. ده حقيقي. انت كسبتي ذهب. مبروك يا هنا. الأستاذ تامر، فرع سانتا تريزا، آخر رقمه 183. مساء الخير أستاذ تامر. كريم حضرتك من مونجيني من السليبريشن تيم. أنت حضرتك شرفتنا في فرع سانتا تريزا يوم 4/1. طيب حضرتك ممكن تعرف تخش على الفيسبوك دلوقتي على البيج بتاعتنا؟ حالا حالا يا أستاذ تامر بسرعة. اسمي مين الحلو ده؟ أيوة يا أستاذ تامر، مبروك، أنت كسبت ذهب. كسب معانا أستاذ أحمد، فرع مؤسسة الزكاة. يا اهلا بيك كريم، حضرتك من مونجيني من السليبريشن تيم. في امكانيه حضرتك تدخل على الفيسبوك دلوقتي على البيج بتاعتنا؟ شايف حد كده ناس قاعدين ومهايبرين وبتاع على الجوال على رقم التليفون. ايوه لما قالوا لك انك هتكسب ذهب كانوا صح. كانوا صح. الحمد لله كسبنا ذهب يعني. كانوا صح وكسبت ذهب. حسام، دخلت على البيج بتاعتنا ولا لسه؟ مش عارف. طب بص بقى، هو عامة حظك في المكسب مش زي حظك في اللايف. الاتنين مختلفين عن بعض. وقدامي اهو على اللايف اللي انت مش شايفه اسم حسام منور وبيقول انه كسب ذهب. مبروك. الو. مساء الخير استاذ بهاء. ايوه
كريم مع حضرتك من السليبريشن تيم من مونجيني. مونجيني حلويات مونجيني. مونجيني الحلو من دهب. تورته جاتوه حلويات كحك بسكوت. اشتريت ايه من عندنا؟ اشتريت تورته والله وجاتوه. هما قالوا لي نخش نسحب وربنا سهل واكسب يعني. ايوه وربنا سهل وكسبت يا معلم. مبروك يا استاذ بهاء. مونجيني احلى حلويات في مصر. اوبا بقى اكتب الكلام ده كومنت دلوقتي على اللايف. يلا اوبا بقى استاذ بهاء بيقول مونجيني احلى حلويات في مصر.